دي عندي واحد حالة اختفاء، بغيت نعرف وليدي اش فينا هما دابا. هذا الدخول المدرسي وواحد المرأة عندي مسكينة مريضة نفسانيا وبلا خصومة بلا حتى شي حاجة، كتهز الوليدات كتمشي لدارهم، مرة كتمشي تكري في شي بلاصة، يعني ماشي هذه المرة الأولى. ودابا راه هزات لي واحد شي بركة ديال الفلوس ومشات كرات في شي بلاصة، ولكن دابا لحد الآن ما عرفتش أنا فين كاينة، وما عرفتش دوك الوليدات غادي يتفرطوا ليا. خمسة الوليدات ما غتقدش هي تهز خمسة الوليدات، هي غير مرة. ودي دابا بغيت نعرفهم باش نحولهم لهاد المدرسة اللي هنايا. دابا عندهم انتقال هاد العام، كنا كنسكنوا في العشوائي وتحولنا هنا لهاد لوتيسما، ودابا بغيت ندير لهم انتقال. هي ما عرفتش دابا فين هي، بغيت نعرف غير وليداتي، نعرفهم فين هما وندير لهم انتقال ونطمئن عليهم. وكاع الا بغات هي دير لهم انتقال في شي بلاصه اللي هي معجباتها وارتاحت فيها، انا ما عليا الا نتعاون معاها. المهم غير وليداتي دابا راه 3 شهور 4 شهور دابا تقريبا من قبل العيد الكبير، ما عرفتش عليهم، ما عارف عليهم حتى شي حاجه. عندي تويمين وعندي ثلاثه الوليدات، عندي تويمين بنيات وثلاثه الوليدات ذكوره، والكبير فيهم دابا عنده 10 سنين، يعني كلهم باقين صغار، كلهم تحت المسؤوليه، وهي راه مسؤوليه واعره على مرأة عندها خمسه الوليدات. الله يرحم الوالدين، والله يخلي لكم وليداتكم. الا كنتو كتعرفوا بحق الوليدات راه الكبده هادي، وانا ما نكذبش عليكم، والدرا كبتي دابا كنحش بها هي هذيك على حساب وليداتي. بغيت غير نقريهم، بغيت غير يكونوا مزيانين، على العار غير نشوفهم غير مزيانين، كاع الا عايشين معايا مزيان بالفرحات عليا نكون انا فرحان. انا دابا ما عرفتش واش مزيانين واش ميتين واش حيين، ما عرفتش شنو واقع لهم. حتى المدرسه دابا منكه من المدرسه غادي تضيع لهم العام. عندي الدري مشاهد جيب 8.68 هذا العام، وعنده شهاده تقدير مدرسيه، يعني احسن تلميذ في المدرسه عندي، وهذا لله في سبيل الله. الله يرحم الوالدين، انا نقدر نشوف نصيف التصاور ديالهم، والله يرحم الوالدين اللي بانوا لي هاد الوليدات، ولا بانت لي هاد الام هادي مع هاد الوليدات. يتصل بيا في النمره ديالي 07 10 59 85 21، 07 10 59 55 85 21. الله يرحم لكم الوالدين، راني ما عرفتش كيفاش نبلغ لكم هذا الخير اللي غديروا فيا. الله يرحم لكم الوالدين وصافي، والله يخلي لكم وليداتكم. انا كنطلب المجتمع كامل، المغرب كامل، فين ما كانت هاد السيده، فين ما كانوا هاد الوليدات، وغادي يبانوا في التصويره ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين، يبلغوني باش ما كان غير نعرفهم غير فين كاينين. الله يجازيكم بالخير، كنشكركم وكنشكر كل المسؤولين، ولا كانوا شي مسؤولين اللي غيتعاونوا معايا. انا راه الاشاره ديالهم وخير بالقليل، وخير يتعاونوا معايا غير بالناس، غير نعرفهم فين كاينين. ما ربنا ديهم هاد بنت الناس الخيريه، ما ربنا ما عرفتش، ما نقدرش انا دابا بزاف ديال التوقعات كيطيحوا في راسي ديخ. الله يرحم لكم الوالدين، الا بانوا لكم اتصلوا بيا. مريضة نفسانيا وفايت مدوزها عند الطبيب، وعندها اوراق ديالو، عندها ومريضة عندها سميتو الرابو، كدير الرابوس، عندها ازيماتيك. انا كنت 10 ايام وانا كنطلع ونهبط معاها في ميريزكو، كانت ناعسه ليا في ميريزكو. وبنت الناس انا من هذا النداء هذا كنبلغ لك غير واحد الاجر غديريه فيا، وريني وليداتي. الا كنتي ما حاملانيش ولا ماشي حاجه اللي هي معمره لك راسك، الله يخلي لك معزيز عليك هذوك الوليدات، الله يخليهم لك. لما وريني انا راه وليداتي، انا راه عندي حق فيهم، انا راه خصني نشوفهم وخصني نطمئن عليهم ونطمئن على الدراسه ديالهم. الله يجازيك بخير، شي لا نقول لك. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.